زيارة الحريري إلى بعبدة، تعا ولاتجي. كل المخاطر تحيط بلبنان، من كورونا إلى التهديدات الإسرائيلية اليومية إلى جنون الدولار إلى الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي المنتظر، وكل ذلك يواجه بانعدام مسؤولية، فلا حكومة تصريف الأعمال مؤهلة لتقديم العلاجات، ولا الحكومة العتيدة المنتظرة أبصرت النور، ولا من أحد مستعد لتقديم التنازلات من أجل الإنقاذ من رئيس الجمهورية إلى الرئيس المكلف وبينهما رئيس التيار الوطني الحر. فالأمور تزداد تأزماً مع المعلومات التي تتحدث عن زيارة مرتقبة للحريري إلى بعبدة، حاملاً معه تشكيلة حكومية لعرضها على عون. وهذه الزيارة التي لم يحدد موعدها بعد هي بمثابة تعا ولا تجي، فمصادر الحريري كشفت عن مضمون الزيارة لجهة عرض التشكيلة الحكومية. أما الرئيس ميشيل عون فهو لن يقبل بتشكيلة لا تراعي توجهاته ومطالب جبران باسيل، وهو بعد تسلمه رسالة ماكرون بات في وضع لا يحسد عليه. لذلك فإن خيار الحريري بتقديم تشكيلة شبه نهائية إلى رئيس الجمهورية من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التأزيم السياسي، فضلاً عن وضع الحريري في حال رفض عون تشكيلته أمام خيارين، إما الاعتذار أو التمسك بالتكليف إلى أجل غير مسمى. وتشير مصادر سياسية إلى أن كل ما يحصل من تجاذبات حول تشكيل الحكومة ليس سوى تقطيعاً للوقت إلى حين انتهاء عهد ترامب.